الاثنين عندي الاثنين عندي الاثنين عندي قتلنا قتلنا ايه ده؟ ده بينام عليا يلا بينام عليا يا شكله دخل ستريم سناب عليا ايه يا جدعان ما بالراحه يا جدعان الاربعه بيضربوا فيا يا جدعان ايه ده؟ ده الاربعه بيجروا ورايا تمام ده جاي يرقص جاي يرقص جاي يحفل عليا قاعدين يستفزونا قاعدين يستفزونا السلام عليكم يا جدعان ومعاكم في اللاكرونا والنهارده رجاله فيديو جديد وطبعا يا جدعان زي ما انتم عارفين كل موسم كلاش يا رجاله بتجدد جديد بتلاقوني بلعب على الجراند وده اكيد حد هنا كويس جدا فانا يا جدعان وانا فاتح لايف يا رجاله ليت ستريم سنايب يا جدعان سكواد من كلان بدون ذكر اسم هتعرفوه في الفيديو يا جدعان دخل على ستريم سنايب احاول ان هو يستفزني ويرقص عليا والكلام ده كله بس عارفين يا جدعان كورونا مش بيسكت عن حقه طبعا يا جدعان السكواد ده دخل على ستريم سنايب وحاول ان هو يقل منا او ان هو خسرنا قدام اللايف وقعد يرقص عليا والكلام ده حاول يستفزني من الاخر يا جدعان بس انتوا عارفين كورونا ما بيسكتش يا رجاله فتعالوا نشوف حصل ايه يا جدعان في الفيديو بس قبل ما نبدا يا جدعان ما تنساش تصلي على النبي في الكومنتات تحت يا جدعان وتنزل تضغط لايك على الفيديو ده وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس يا رجاله وبس يا جدعان يلا بينا نبدا الفيديو هنا يا جدعان كنا بدانا الجيم يا رجاله وكنت بلعب كريش سكواد على اللايف يا جدعان عشان نطلع جراند ماستر زي ما انتم عارفين كنت بطلع على اللايفات فببص لقيت الشخص ده يا رجاله قام بنام عليا وقعد يرقص عليا على اساس ان هو يعني جاي من اللايف المشكله بقى ان ايه ان انا لقيته داخل هو واعضاء كلانه وكايت كلانه كله كمان كله دخل على ستريم سنايب وانا يا جدعان كنت فاتح لايف هنا يا رجاله بس انا هجيب لكم المنظور فالشباب دول كانوا بيعملوا بقى يا جدعان كانوا بيعرفوا مكان على اللايف يا رجاله ويبشوا عليا هم الاربعه يا جدعان على اساس ان هم بقى يجيبوني ويرقصوا عليا والكلام ده كله يا رجاله قدام اللايف بقى عشان يبان ان هم جامدين المشكلة ان انا ما كنتش بلعب بسكواد انا كنت بعمل تيم كود كمان عشان الناس تدخل معايا بقى ايه فخسرنا جولتين يا جدعان زي ما انتم شايفين وهو قاعد برضه يضحك هو بصراحة ساعتها يا جدعان استفزنا على اللايف يا رجالة فقررت بقى يا جدعان ان انا اركز في الجيم يا جدعان والعب له بقى جد بقى تعالوا نشوف يا جدعان اللي هيحصل في الجيم ده يا رجالة ومش هطول عليكم اكتر من كده يا جدعان واسيبكم تتفرجوا على الفيديو يا رجالة انا مش عايز اخسر يا جدعان الجيم ده يا جدعان الجيم ده يا جدعان على بص على شرفنا يا جدعان بجد مش عايزين نخسر تمام خلينا بس جنب بعض خلينا جنب بعض ما تبشوش ما تبشوش واحد عند دوت واحد عند المدمج دخلكوا جوه دخلكوا دخلكوا هاتوا ما تسيبوش ما تسيبوش بس خلاص استنى فنشوا فنش بقى ما تسيبش اي كلا نوك اي حد يفنش كلا يوقع نوك يفنش على طول تعالى تعالى كلهم قدام كلهم قدام كلهم قدام تعالى 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 خد تعالى خد الواحد خد الواحد خش علينا مدمجه هنك صوص تعالى نوك اوه خد تعالى هاتوه 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 ما تحلوش سيبوه اهو اللي كان بيرقص هو ده هو ده هو ده عايش مع بعض يا رجاله مع بعض هم طول ما احنا مع بعض يا جدعان مش عارفوا يجيبوا حد فينا يا جدعان تعالى كلهم متدمجين والله خربت البنج يا جدعان البنج ده 300 عايش يلا يا ابن اللعيب ابلع كلهم متدمجين على فكره والله عايش عايش فنش فنش ما تسيبش فاضل واحد فاضل واحد الاخير فين اجري وراه حجر الاخير عايش يا هما بقى داخلين يعملوا نمرة بقى هما داخلين بقى يعملوا نمرة خلينا نشوف بقى النمرة بقى هما فين بقى دلوقتي اتنين اتنين اهو عايش اتنين اتنين اهو ده اللي كان بيرقص عليا من كلان وطن هو وكايت كلانه تمام دول داخلين يستفزوني يا باشا وانا لا استفز اهو ده اللي قدام هو ده حجر حجر قدام حجر قدام اهو اللي كان بيرقص عليا اللي كان بينام عليا تعال 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 والله ما احلك تعال تعال خد يلا تعال تعال فنش تعال هزنوك جوه دلوقتي تعال استنى اقفل عليك بس ابراهيم ارحمني فنشت نفسك ليه يا صاحبي انت خفت ولا ايه؟ وهنا بقى يا رجاله انا كنت خلاص يا جدعان اتحولت عليهم يا رجاله كل سكوادي مات يا رجاله ما عدا واحد قمت داخل عليهم مغفلهم من ورا كده يا رجاله جايب الاول وجايب السكاره الثاني وقمت خبط الثالث جايب الايس يا جدعان انا مش عارف والله انا شلت السكواد ده ازاي يا جدعان بالبنج ده يا جدعان بس البنج كام يا جدعان؟ والله يا جدعان بص انا لو استفز انا لو استفز يا اولاد بلف انا من عند بيتهم انا بلف من عند بيتهم تمام هغفلهم انا من ورا شو ما كانوا بيبوش على الاربعه تعالى اغفل بص هزحلقهم لك الاربعه دلوقتي اهو ما هم بص 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 ده التغفيل بقى اضرب بقى يا عم البنج ده يا جدعان الو متدمجين الاثنين متدمجين الاثنين يا وانا كمان متدمج والله الواد اللي قدامك دمه مفلوق قوي بوش عليه هات عايش عليك يا جامد جامد عبي دم بس عبي دم جايله ايه يا جدعان امسكوا نفسكم يا جدعان عيب قوي يا جدعان العب يا اسطى يا اسطى انت موت تلاتة عليا ايز ايز ماشي او تعال تعال هو ده كايد الكلان تعال تعال هو ده وطن بقى هو داخل بسكول تعال يا برنس افنش افنش اهم حاجه التفنيش عب دم خد بس دي عشان اللي يطلع على السلم يتحرق ايوه عب دم عب دم براحتي ما هو في مصلحتي مين اللي برمي كنابل انا بعيد انا بعيد انا لسه دي ايه ده ايه ده لا 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 انا مش بعد كل ده هخسر يا جدعان عليا الطلبات بالثلاثه ما يحصل لا 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 هات بقى شوتجن سته بقى كده هات بقى شوتجن السته بتاعي كده ايوه طور امه كله كده ماكس ايه ده معيش فلوس معيش فلوس فلوس خلصت
ماشي ماشي، الاتحاد قنابل. تعالى بقى خشوا معايا. خد ازلف، خد. ايه ده يا اسطى؟ الواد ده ما بيموتش يا اسطى، ولا البنج بتاع يا اسطى نت وي ده مش نافع بجنيه يا جدعان. خش، تعالى خد. ايه ده مش نافع بقى الشغلانه دي بقى يا جدعان. الكلات انا ما جبتش كلات، وسع. تعالى ده سرق. ومال عاش يا جدعان. ده اللي دخل بقى ستريم سنايب بقى ما يدخلش تاني، لو يدخل يبقى يعمل لقطه ويكملها للاخر يبقى راجل كده. طلعت الام في بقى على سكوات يا جدعان. بصوا البنج عليا النعمه 300 و200. ايه ده يا جدعان؟ 7 كيل، والله انا جامد يا جدعان. عاش عاش. والمصحف يا جدعان جاي طالع ب 7 كيل يا جدعان بالبنج ده. لا ده عاش عليا قوي. عاش عاش يا جدعان. ابلع بقى حجره وما تنزلش على ستريم سنايب تاني، تمام؟ ابلع بقى حجره جميل، ابلع بقى لما تبقى قد الاستريم سناب بقى عشان تحرم ترقص على اي حد تاني. طبعا كل الكلام ده حصل يا رجاله زي ما انتم شايفين على اللايف يا جدعان. كنت فاتح لايف وليتهم هم اللي دخلوا استريم سناب عليا يا جدعان ونكشوني، انا ماليش فيه. كان لازم ساعتها يا رجاله ان انا اكسب يا جدعان، وما ادهمش الفرصه ان هم يكسبوا الجيم يا رجاله ويقلوا منه قدام. وعايز اقول له ما تعملش استريم سناب تاني على كرونا الخنزير، لانه في الخنزره ملوش مسيح. وبس يا رجاله، وبكده نكون وصلنا لقيت الفيديو. سلام. صحيح يا رجاله، احب انصحك لو انت ما شفتش الفيديوهات دي وفاتتك تحاول تدخل تشوفها، هتستفيد منها جدا. وما تنساش تشترك في القناة قدامك يا رجاله، وتنزل في الكومنتات تحت تقول لي رايك في الفيديو. ايه رايك في الفيديو؟ حسن حاجه، اعدل حاجه، الكلام ده كله. وبس يا رجاله، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.